السلام عليكم. مساكم الله بالخير. إن شاء الله حعرفكم على نفسي. اليوم أنا زوجة الشيف نائل، دارسة عن الصحة وتربية الأطفال بالنرويج. إن شاء الله حفيدكم فيديوهات جديدة عن قريب إن شاء الله بالتخصص اللي أنا فيه. إن شاء الله، وكمان تساعدينا فيديوهات أكلات شرقية، لأنه كتير طلبوا مني أكلات شرقية غير اللي أنا بعملها، كيتو دايت والمرضى السكر والضغط والدايت بشكل عام. إن شاء الله تدينا أكلات إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير وربنا يعيدوا علينا وعليكم بالخير والصحة والبركة إن شاء الله جميعا شهر رمضان يا رب. إن شاء الله. اليوم شو بدك تعملي لنا اليوم؟ شيخ المغشي إن شاء الله. يلا خلص. وجبة بالبندورة حتكون بالصلصة، هما التنتين حكونوا محشيين، حنحشيهم كفتة وبصل، بس وجبة حنعملها مع الطحينة والبندورة، ووجبة حنعملها مع اللبن إن شاء الله. هليت الكوسة بتكون مقورة طبعا وجاهزة، بس حنرفع تكون بالخلف هاي زي هيك. فرمنا البصل، ولقيت نوضع شوية زيت بالمقلة وبنقلي البصل. ناخذ المقلة. يلا تفضلي. بسم الله. هلا بدي احط البصل مع الزيت. تفضلي. حط عليه شوية. دائما نستخدم قليل من الزيت، دائما ما نستخدم زيوت كتير. هلا البصل دبل، يعني مش لازم نخلي احمر كتير لانه رح حيتسكر مع الكفتة. حندير الكفتة المفرومة. هليت نحط ملح وفلفل أسمر، يعني شوية فلفل أسمر وشوية ملح، هذا الملح صحي، ملح الهيمالايا. عملت جنب رز عشان ما أطول عليكم بالفيديو، وعملت صحن، أنا كل صحن رز له صحنين مية، وبسيط جدا، يعني انتم في امكانكم تعملوا اي نوع رز اللي بدكم اياه. البصل قطره مش كيتو دايت صح، ولكن مسموح لنا في الكيتو دايت 5% كربوهيدرات. هو في مسموح لنا في الكيتو دايت 5% كربوهيدرات. قليت بكفي هيك استوى وكثير منيح. قليت بدنا نحشي، بس انتم لما تعملوه الافضل تخلوه يبرد شويه للحشي. بدنا نحشي هاي الحبة، لازم تكون ملانة، لازم تكون ملانة على الآخر، غير عن المحشي. المحشي هذاك لما يكون في رز لازم يكون يعني قليل، ما لازم تكون، لأنه الرز حيضعف حجم الرز. هاد بيكون بس البصل واللحم، الكفتة لازم تكون ملانة الحبة. ايدي محل الكفتة، بدك تحط شوي، يعني ما بدنا نكتر كتير، بدناش نكتر زيت طبعا، لأنه كتر الزيت هو مش صح. يعني حطوا شوية، هم في ناس بحطوا هالقد زي ما بدهم يقلوا البطاطا، بس كتر الزيت مش صحي. كتر الزيت قليل من الزيت، بس هيك خفيف، يعني ما بحب أنا أكثر زيوت كتير. قلناها والزيت حاول ما تحطوش زيت كتير، لو نقص عليكم الزيت توضعه. ما علينا قليل من الزيت. بعد ما علينا الكوسة بدنا نعمل الخطوة الأولى بالصلصة الطحينة والبندورة. بدنا نحط تقريبا 3 كوب ماء. هاي بدي أحط مية، بعد ما حطيت المية بحط الصلصة، معلقتين كبار صلصة. أنا رفعت شوية من الكفتة مع البصل، حط شوية بالصلصة تديها طعم، يعني هيك تديها طعم أطيب، يعني من نفس الخلطة اللي احنا عملناها، البصل سلفحنا البصل مع الكفتة، ملح فلفل أسمر.
في بحطوا بس البصل بس، عشان حبينا نكون طعم نعزز الطعم اكثر. بعدين نحط ملح، رشه ملح، فلفل اسمر، رشه ملح، رشه اول فلفل اسمر، بعدين رشه ملح. حطينا احنا البندورة، بعدين بنحط معلقتين طحينة. الطحينة بتديها بس بالطحينة اطيب، يعني طعمها بكون اطيب. بنحركها شوية الطحينة مع الصلصة تصير كتير طيبة. بعدين بنحط معها نص ايش حبات الكوسة، لأنه حنعمل باللبن ونصه باللبن ونصه بالطحينة. كتير بكون طيب هيك، يعني هيك اصبع شوية. هيك بنسيبه شوية يغلي له غلوتين، هيك بكون جاهز للتقديم. هيك بنعمل باللبن. بسم الله. هلا بنحط كوبايتين مية، نعم كوب ماء، وبنوضع اللبن. كوب لبن، كوب لبن، لبن زبادي، لبن زبادي بيقولوا اليمن، اللبن اليوناني. الاشقاء بمصر بيقولوا عن اللبن اللي هو حليب بيقولوا عنه لبن، لكن هو احنا بنحكي عن الزبادي، لبن بنحكي عنه. على قد الكميه الصغيره، يعني انا عملت كوب لبن مع كوبايتين ميه، وبعدين بنحط عليهم معلقة نشا كبيرة. أنا بدي أحط بالمعلقة صغيرة واحدة، يعني معلقة نشا كبيرة أو تنتين صغار. تنتين نحرك بهذا عشان يذوب أسرع. ممكن تحطوا ملح، ملح أو ماجي حسب، بس اللبن عشان ما في شي دسمه زي مرقة لحمة أو مرقة دجاج أو خضار. انا حطيت مي عشان بدي احط ماجي. ممكن انتو تحطوا بدل المي تحطوا مرقة دجاج لو كان عندكم من قبل، او مرقة لحمة. اختيار، ممكن نحط ملح لانه بدل الماجي بيدي طعم. هل ما يقرب يغلي بنوضع نسقط حبات الكوسة، بنوضع الكوسة عندما يقرب يغلي، خلي ربع ساعة تقريبا، يعني 10 دقائق زي هيك ربع ساعة. هاي الأكلة كتير طيبة، ممكن تستخدموها للعزايم، ممكن تستخدموها برمضان، انتو يعني اللي بتحبوا امتى ما بدكم بتعملوا هذه الأكلة، كتير بتشهي يعني. وإن شاء الله حتعجبكم الأكلة، وادعولنا. بس خد ما حصل صد. كيف عجبك؟ روعة. في أمان الله، انتظرونا بفيديوهات جديدة.